ده دعاني ان انا اكلم فضيله الامام شيخ الازهر واقول له تعال نروح نطمن على البلد عند الدكتور مرسي. الكلام ده كان يوم 18 يونيو سنه 13. 18 يونيو قبلها، قبل 30 يونيو ب 12 يوم، البلد بتغلي. ففعلا رحنا، خدنا ميعاد ورحنا، قعدنا حوالي ساعتين، يعني كان كلها احاديث بعيده عما يحدث في البلد، لكن كانت النهاية إن بنسأل يعني إيه اللي هيحصل يوم 30؟ الغليان بقى اللي بيحصل. قال أبدا، هيجي 30 وهيجي بعديه 1 و2 و3 وخلاص. فخرجنا بانطباع إنه الصورة ليست واضحة وليست معروفة من الأصل. الناس ابتدت تنزل الشارع، الناس كتيرة ما كانتش بتشارك. من الحاجات اللي برضو كانت تثيرني جدا، الناس كلها ماسكة أعلام، والأعلام كلها كل أحجام، حتى الأطفال الصغير ماسك أعلام صغير كده فرحان بيه زي الكبار. وكان في شيء شعبي بيحرك الناس كلها، علشان هي مش قابلة الوضع ده،